الو ميمي شوفي كونسونتري توا بيان راني رايحه نقول لك على واحد الحاجه مخك يحبس اسمع غير شوف كاش حاجه تك عليها ولا راح نقول لك حاجه راسك يحبس سي بون ديسيديت نطلقوا سي بون ديسيديت نطلقها لا لا انا اللي حبيت نطلقوا ماشي هو نقول لك صح انا ما غاديش نعيش معها مهبوله ديسيديت نطلقها لا 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 حنونه نقعد في داري الدار داري ومن حقي وهكذا يقول القانون هو اللي يروح يشوفني يسكن انا هربت وخليت لها الدار تعوم فيها كيما تحب انا صافي دو جور وانا راني في البيرو يا حبيبي طري بيان الحمد لله ديك النعمه يا ما ندورش فراي ميمي ما ندورش سي بون ديسيديت نطلقوا ديسيديت نطلقوا ما نعاودش نولي اللور كيفاش انايا نكمل حياتي كامل مع واحد مهبول ميلي مالاد ما كان نصبر لا والو انا الكلمه قلتها وما نوليش اللور مهبول انا نقول لك واش بيك مهبوله لا 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 انا مورالي راه طالع راهو فور وبالبياقع ندخل نخرج كيما نحب ولا حد ما يكسر لي راسي جو سوي ليبر انا نقول لك صح صح راني انتيك لا هضره زايده لا وين كنت وين رحت واش راك دير واش راك تولي راني طري بيان فيفا ليبرتي وما دابيك ما منتها غير طلق ولحقنا هاي الريحه وشوي دوكا ميمي انتيا حبيتي تهبليني ولا مانيش فاهم قلت لك راني بيان راني بيان مورالي راه طالع هيا يا خلي ومن بعد نعيط لك في التليفون ونقصروا بيان اه نديروا فيها قهوه وفي الليله اوكي تليفون بيناتنا حبيبي والعشيه نديروا فيها سهره مع حبيبي في لامادراك يا تفهم بوكو تشوز داكو هيا تشاو هيا تشاو ميمي خمس ايام خمس ايام ما بان ما والو ما عيط لي ما صحص عليا كامل ما على بالو اللي راني ناكل مانيش ناكل الا راني نرقد ما رانيش نرقد ما على بالوش كامل بيا شوفي شوفي تليفونك ما بعث لك ميساج وما شتيهش يا ودي راني نقول لك ما حيط ليش ما بعث لي والو تليفوني دائما لاصق فيا راني نقولك تقطع ليا كامل الضو يا ربي هذا كاع رايك انت اللي رحتي قلتي له ما تعيط ليش ايه انا قلت له ما عيط ليش بصح ما كنتش انا بالي بلي هكذا علاش زعما سمع كلامي غير في هذا الشيء وحوايج واحد اخرى ما يسمعش انا قلت كي نقول له هكذا ما تعيط ليش هو يحوس عليا يعيط لي يسقسي عليا يحللني باش نسمح له بصح دوك تشوفي ما على بالوش واش يستنى فيه في دار شرع والله غير نشفو له ريقو بالنفقه دوك تشوف يا ربي يا ربي يا ربي كغري عيط لي كغري عيط لي دموعك هادو خساره فيه ويروح يروح ويولي لك ياك صح انا ما كنتش على بالي بلي يخلي لي الفيد كامل في الدار ما كنتش على بالي خليه انت راكي شابه وصغيره ورجال هزي بالبالا واش يكون زعما يدير دوكا يا ربي راهو فيف لا ليبرتي فيف لا ليبرتي جماعه فيف لا ليبرتي خويا اوف تهنيت من اصاحبي كنا محرومين نسهرات كيما هادو يا ولي وما نجي نسهر معاكم غدوه غير غدوه نسهر معاك حتى وين نموت فيف لا ليبرتي يا جماعه فيف لا ليبرتي طاز تعرف ليك يا خو كيما انا عارفك كتحب بزاف مرتك لا ما مبارك تبكي دركا او كونطرا راك تضحك فرحان اللي كنت نلعبها تقول كنت قاعد تغيدني شري كيما كنت نلعبها ما قلت شاميلة تبتحط مرة شامي هادو كما شعيب زلي كنت انا نعشي لها في 16 في الليل 4 نصف انا نعشي لها في 16 ودوكا شكون اللي راح يشعي لها كان في فالي بارتي صاحبي علاش راك تبكي؟ واش كاين؟ انا دوك الفرحه يا خويا اللي فرحه كي جبتك وزيد الله يبارك
هكا صح كان حاجة هاك هيا قولي وش كاين غير خير والله غير صار حبيبي يغيدوني رجع لي مساكن ماشي خدامين وتبعته مرته في الليل يشيلها البيستاش وعنده هاو صاحبي نصارحك جاب لي ربي مرتك ما حبيش تنساها وما زالت تحبها ما قريش نبكي على مرانا إيجا ما كنتش نحبها ما كنتش كانت تغيدني بسئلات مش تتكامات وقل لي طب المقبلة تشوفيها وتبكي وش كاين ها؟ لي يعني جوية وري شوف ربي خليني فهمك أرواح غاتني صلدي فات غاتني صلدي فات ماشي تصويرة على تصويرة تاع العرفات هادو حسب ميلتها يا ما حسب ميلتها أبو الحناك يا خويا اللي كان يجي العرسي توحشتي يا مات الزينة يا توحشتك من فيش توحشتك من حسنك احنا بنتي ما راك كامل بكا مش بيكم كنتو ملاح الناس ضربيكم المثل هادي عين ضربتكم هادي ما عين والو تا وليدك تعرف فيها بروحو بزاف اللي عيط عليا وحاجة صغيرة يرجعها كبيرة قد راسو يدير لي بروبلام من الفوق ويعيط عليا ويعطيها لي في قدري قدرك لا يا بنتي انتي قدرك عالي لا يطيحوا لا هو ولا غيره لو كيزيد يدخل للدار يدخل وانتو كامل معه وانتو ما يحبش يقدر معايا وكيقولو كلمة يرجع لي عشرة وانا ندير كلش ونزيد نصرف من شريتي كامل هو ميمش كامل شريتو زعما يصرف عليك جهد اخرى لا يا بنتي ما كان غير انتي في حياته انا يمه ونعرفه مش غير عندي طازة يزيد يقدر لي لصحابو شنو؟ يقدر علي لصحابو شنو يقدر لصحابو؟ كيفيه بالهدا؟ ويقولوا مرتي ما تعرفش طيب ايه هذا مكان لا عاد بالي حدك غاب سبحان الله هاو يعيط عمره طويلة هالو هاو ليدي لا بأس الحمد لله واه على بالك راني دوكا راني في دارك هيا ينجوز لك مرتك هدر معاها لا 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 مجوزو ليش عيط لك ليك ما عيط ليش ليا وي انا تاني وشنو؟ أنا نطلب منك سماح والو سماح عند القاضي جدي لا 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 شكون هو هنا العقل ما طبعش واش كاين سيتي با بريفو تجي اليوم اش قلت لي غدوه كيفاش دخلت لهاد الساعه مازال ما طلقناش كي تسمعي مازال ني نجي لداري واش قاعد الباجاج هذا القش ديالي القش ديالك القش ديالي يا ضحكتني تا نورمالمون ساشي ساشي من بلاستيك برك واحد يكفيك باسكو عندك زوج سراول وقمجه بس خسارة فيك سمعي خسارة فيا خسارة فيك وكان أموة جو دي ساكون كوير سكال وتشك هو اللي جاي اون كوير أكيد سمعي معليش وتشي كوير وسكاي ومطلس وخمسة وعشرين هذه قوليها وعوديها أكيد سمعي
ما تخزيش فيا هكذاك. نقول لك حاجه، قولي توفي. كرهتك انا ماشي غير كرهتك، انا مش حاب قال نخزر فيك. اي ما وليتش نحبك وما طبعنيش. انا قلت مش قال نخزر فيك ما طبعنيش. سكمي هاد الضرب ما طبعنيش وتجيب حوايجي هنايا. دي حوايجي انا شريتهم والفيوزه هادي ديالك. فيوزه ايه الفيوزه ديالك هادي كيتلق فيك. جيب لهنا نحي السلاحف هادو يعضوك. سلاحف هادو شنو ديرو هادو بعقل ديجا فايحين كامل. فايحين ايه فايحين. جو طبيعه تاع الجني خاطرش. انا قلت حاشاك انا الجيه نغسلهم بالياسمين. على بيها اللي تشكون لي مرفضه ضربها على الصباح تلبس السلاحف وتمشي بيهم. سلاحف انت هي ابدا بيها. ارانب ما عنديش سلاحف. حطي فراشين بهنا. جيب لهنا سيد الرئيس، إن موكلتي ترفض العيش مع هذا الرجل المتخلف، لذا نرجو من سيادتكم بأن تحرروها وأن تمنحونا الطلاق وأيضا أن تمنحونا نفقة قدرها 4 مليون شهريا. كيفاش 4 مليون؟ أنا كنت صرف عليك غير 2 مليون. كي تسمعي أنا ما عندي شهر. سيد الرئيس، إن موكلي يتألم يتألم ولا يتكلم جراء هذه المرأة الغريبة الثرثارة المتفاخرة. إنها يا السيد القاضي تتفاخر عليه وتقول. قل لسيادة الرئيس ماذا تقول لك. نعم سأقول. أنا وهذا أمام أصدقائي. رأيت السيد الرئيس، ومع هذا فهو ينفق على البيت ويلبي كل احتياجاتها، لذلك أطلب له تعويض وقدره 20 مليون وأن تغادر البيت حالا. تود سويت سيد القاضي. شنو 20 مليون؟ مي سافا با ولك مليح من راسك ديجا. ما تتقلقيش انا ترتر سواقا. يا سيد القاضي، ان الذي يعيش في جحيم وان الذي يتألم حقيقة هي موكلتي، فهو يستعمر على التلفزيون ولا يشاهد إلا مباريات كرة القدم. كرة القدم أحسن سيد القاضي أم المسلسلات التركية التي لا تنتهي؟ لقد رأت موكلي من أجلها نهائي كأس أوروبا للأمم. وما معنى نهائي كأس أوروبا للأمم مقابل السلطان الذي قتل ابنه؟ سيد القاضي، إن موكلتي تعيش في جحيم. سيد القاضي، هذا المحامي يتكلم عن كرة القدم في مجلسكم الموقر، وهذا إن دل على شيء وإنما يدل على أن هذا المحامي فاشل. أنا محامي فاشل سيد القاضي، وسأطلقها رغما عن أنفك وأطلب تعويض وقدره 30 مليون وليس 20. وأنا سأطلقها وأخلعها منه رغما عن أنفك. تظنين أنني لا أعرف تصرفاتك أم؟ سيد القاضي، هذه المحامية هي بالأساس تاكسيير، فهي تصطاد الحرفاء من الشوارع وأمام المحكمة والمحلات العمومية. لا تسمع كلامه يا سيد. يعار على المحاماة سيد الرئيس. لا تسمع كلامه يا سيد القاضي، هو من يشتغل. بل أنت بل أنت من يشتغل. وهي الحلاوة وهي الشيك. إنها يا سيادة الرئيس تتفاخر عليه وتقول. قل لي سيادة الرئيس ماذا تقول. أنا انت كي والله العظيم بغيت نخزر فيا الضحك. راح نطلقو خلاص. ما كنتش على بالي بلي خليتني كامل هاد البيت. نسيتي. وانا نخليك اخويا. نخليك لازم التاكس مازال شويه على بال. معليش. فهو يستعبر على التلفزيون. تلفزيون. هو يستعمل تلفزيون. هو واش راك شايف في داك؟ نشوف فيك مقبل تشوف هذه. الله لي بس الله يفهم يا بعقلك يا سي واحد. لا اصبر عليا عييت من البكاء. حسنت ولا تولى اخر شو راح نطرطق دعش.
نعم سأقول أنا أمام أصدقائي. أرأيت سيد الرئيس، سيد القاضي. Normal, et puis il y a le ralenti qui fait que on est en train de jeter par exemple le casserole à la cadeau en ralenti. C'est une très très bonne idée, j'ai trop aimé. Voilà, inchallah t'adjib le téléspectateur. Le générique, je le vois exceptionnel, c'est ça. Surtout le générique, parce que je sais que l'équipe de l'enfant ou toute l'équipe de Bint Walid, ils ont vraiment travaillé à générique. Et c'est très professionnel de leur part, parce que travailler générique, ça veut dire donner plus de considération au projet. Ça veut dire essayer de payer le projet à la bzaf. Et puis, ça m'a, personnellement, ça m'a fait plaisir de voir une équipe être de bzaf à la générique qui m'a fait mon bzaf à scénario. Ça veut dire que les gens ont payé Bint Walid, mais générique, c'est un générique. Et action! Yeah! You're my river running high, run deep, run high. Never break like I break mine. Oh, my river run high. قدم هذا البرنامج برعاية بنت ولد، برنامج جميل قدم لكم برعاية داف. عزيزة فلنت ماما، أنا وعائلتي عمرنا ما نستغنى على ماما. شحال عزيزة يا ماما.